مرحبا بلالة سميرة حدوشي، اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك جيهان، وصباح النور للمستمعين الكرام. اش اخبارك؟ صحتك؟ بارك الله فيك. شنو جايبه لينا؟ الوغ الاسبوع الفائت كنا تكلمنا على لو فاشن ويك لا سيمين دو 2017 حنايا نورمالمون هاد لو فاشن ويك كنقولوا خريف شتاء 2018. خريف شتاء. خريف شتاء 2018. هما ليكسبوزيسيون ديال هاد ديال هاد لو 3 جوي من ديمانش ديمانش ديرني. Alors le 2 ou le 3 ou le 4 kunna الناس اللي المصممين اللي هما عاملين اكزيبيشن يعني ليكسبوزيسيون ديالهم، وكنلخر كان لو جودي 6 جويي اللي كان فيه لا اوت جويلوري يعني البوشان شانيل لي شوبار لي ديور اكسيتيرا اكسيتيرا كلهم كانوا عاملين ليكسبوزيسيون العرض ديال لي زاكسيسوار ديال لي زاكسيسوار بالخصوص لي زاكسيسوار بالخصوص هادشي كنهضر لك على الخميس انا عندك الخميس ومضاهط على الاربعاء والثلاث مرحبا اذا الاكسسوارات نعم الاكسسوارات نهار السبت هو الختام ختموا بالاكسسوارات انا غليت تام الانتباه ديالي ان لي زاكسيسوار داك المدجات البنين ديال الجهه اللي كتحماك اليوم هادي كاينه واكيد واحد جوج صنادق عندي ديال المدجات الا بغى اي يعني اي واحد ممكن انني ننفعوا في هذا المجال هذا مرحبا لالا لالا سميره هادوك المدجات هما اللي الموضه السنه هذه ان خرجوا ماشي غير البيض بيان سور داروا في ليكولا وحتى حنايا يعني المدجات المزيانين اللي كتشوف ثقافتنا حنايا المغربيه شوف كيفاش كتمشي في كتسافر 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 في العالم اللي كتري الوغ كانت كان 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 اللون الازرق في لي زاكسيسوار كان باين بزاف وكانوا بعد الحلق اولا لي زاكسيسوار ديال بحال التاج بحال لي زاكسيسوار بحال الاكسيسوار ديال الانك اكسيتيرا كانوا باينين الازرق كان باين بزاف في لي كوليكسيون وكل واحد خدا لون مغاير يعني بحال ويبيتو عمل اللون ديالو داك الاصفر الغامق الموطارد اللي كيكون في الاحمر لا ماشي لو كانار داك الفونسي ام تي بو اللي كيكون في اللي كيكون اللون اللي قريب للويبيتون يعني وهو اللي حاول ان نعمل لي زاكسيسوار فيهم كذلك كان الاخضر حتى هو كاين البوردو بالخصوص لو بوردو كاين لا كولور داك لو بوردو داك المغلوق حتى هو كاين في لي زاكسيسوار ولكن ملي كنهضر على هاد لي زاكسيسوار كلهم يعني انت تخيلي المدجات البلديين ديالنا يعني بداك القطعات ديال هم بداك الهبطه ديالهم داك الويبشات اللي عاطين فيهم كذلك بالحلق ديالنا كذلك داك لي دياديم يعني التيجان اللي كيكونوا تقريبا بحال ديالنا ولكن هما بالطريقه الشماليه عملوها السنه هذه ولكن فيها زخرفه هائله و تري سبيسيال وكاين اون بريونس تري سبيسيال الوغ ودخلوا فيهم لو ستيل فلوري يعني في هاد المدجات البلديين ضافوا عليهم داك لو ستيل فلوري يعني البلدي وكاين كاين البلدي يعني بحال المدجه ديالنا بلديه كاينه ولكن عليها لو ان دو بلوس با كرياتيفيتي فوالا نعم كذلك لو ميركودي 5 جويي كان عرض فيندي فالونتينو زهير مورا فيكتور اند غولف جون بول غوتيي الوغ اللي تميزوا بهم هاد السنه هادي انا جالسه كنشوف ديريكت في لي ديفيلي يعني كيوصلوك العروض اون ديريكت لالا انا كيوصلوني اون ديريكت كنكون كنتابعهم اون ديريكت الا ما كانش عندي الوقت نشوفهم كنسجلهم وكنشوفهم في اللي ديال الصبح كنتابع فيهم اون ديريكت الوغ كان الالوان الوان غامقه ماشي مفتوحه هذا هو الجديد التميز هاد السنة هاد السنة كاين الوان غامقة ماشي مفتوحة يعني كاين المزج ديال لا كولور بغيك مع الكغي الخضر مع لو بارم الاصفر مع القهوي يعني المارون داخل عندنا هاد السنة هادي 2018 2019 داخل لا كولور مارون لا كولور طابا اكسيتيرا داخلين بزاف بيان سور مع داك لو روج فيف ماشي مع اذا دار لو مارون كديرو مع
لوغو جويف. اذا لو جون كيدار مع لو كري و لو بريك اي لو بريك. مثلا لو بارم كيدار مع واحد البيق ومفتوح. كاين دي كولور مزج الالوان اللي حنايا ما مولفينش كنمزجوها بزاف. بيان سور لو مارون مع التركوا يعني القهوي مع التركوا. نعم الازرق فاتح الازرق نعم الازرق فيروزي الى بنا فيروزي نعم. فيروزي التركوا فوالا الوغ هذا تميز به تميز به تميزوا به بعض المصممين. نعم. كذلك زهير مثلا زهير مراد عمل واحد العرض كان راقي جدا. يعني كان بلون واحد تقريبا يعني في البيج وذاك لو نيود وكله فيه دي بريونس وكله فيه دي نيونس الى بغينا نقولوا اشكال. ونعم بيان سور. نعم. وكان تخي 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 شيك يعني تميز بواحد الشياكه اللي تات الانتباه. نعم. ديال الصحفيين وديال المصممين. نعم. كذلك ما كانوش لي سانتور عن زهير مراد كانوا دي سانتور ماشي غلاضين بيان سور رقاقين تخي هذا ودارهم في لو دوغي يعني تقريبا بحال نكونوا مضمات ديالنا حنا. نعم اذا راجعين لينا لالا سميره حدوشي هذا افتخار لينا. انا كنشوف بعد مثلا التي انا عندي هنايا لو ديريكت ديال واحد القندوره كنقلب عليها القندوره ديالنا اللي كنخدمها بلاتي شكون لو ديزاينر تات ما عرفش لو ديزاينر بالضبط ولكن القندوره من القندر اللي كنلبسو حنايا هذا غيكون جا المغرب ودار في مراكش شويه في المدينه القديمه ضروري من ديك الجوله لان المغرب ثقافته محدوده وفيها غنيه بزاف يعني من اي حاجه يقدر ياخذ. نعم. من اي مساله يعني حتى داك الفخار اللي فيه اللي كيكون ديال القطران اللي فيه الكحل وهذا يمكن له ياخذ من عنده ويدير منه. نعم. ويدير منه اون بيل كوليكسيون. الوغ كاين القنادر بحال الستيل ديالنا اللي كنديرو حنايا فوالا ماشي قندورات سوفيستيكين قندوره نورمال العاديه ولكن مخدومه بالطريقه ديالنا اي بيان سور افيك لا توش ديال المصمم. بيان سور انا تال الانتباه ديالي هو ان دي كولور فرونسي تخي فرونسي الخريف شتاء 2018 لو جاكار باردون لو جاكار هو كاين وموجود دي كولور يعني تبو اوزيت لا كولور كاع الى لبستي لو بلون من الفوق تقدر دير ان موف فونسي داك الموف خيار من التحت تقدر الى درتي لو روج من الفوق تقدر دير لو بلو فونسي من التحت الوغ سي دي كولور وفونسي ماشي سي دي كولور كلير. نعم. فوالا هذا هو الفرق بين هاد السنه والسنه هذه والسنه الماضيه على السنه المقبله. اذا خريف شتاء 2018 اللي عنده شي لون غامق يجبدوا ولا لا؟ يجبدوا يعني وراجعين لي طون ديال الترابي يعني لو مارون لو طابا اكسترا حنا راجعين له بيان سور. نعم راجع لك لاله سميره حدوشي على الرقم 0537 70 59 39 من بعد الاغتيال الغنائي. عبد الرحيم في الهندسه الفنيه دائم الابتسامه ودائم القلب الطيب ودائم الصفاء والنيه على موجه الاذاعه الوطنيه وبرنامج لقاء المفتوح واطول الاذاعه والتلفزه المغربيه كلنا حنا راه الاشاره ديالكم كلنا مستمعينا مستمعاتنا كنجاوبوا على كل الاسئله ديالكم. شكرا لكم على الاستماع وشكرا على الوفاء وشكرا على الحب. لاله سميره حدوشي باقا معنا فرصه ما نفوتوهاش سفيره القفطان المغربي سيده الذوق الرفيع بامتياز سيده الالوان بارك الله على الضحكه لاله سميره الله يدومها الله يدومها بارك الله فيك ربي يخليك. ناخذ سميره من تماري اذا سمحتي. سميره صباح الخير. خديجه من تماره. خديجه من تماره. هذا احنا كنتسالوا نوال جعفري اغنيه خديجه ديال حاتم عمور باش ما تقلقيش علينا خديجه من تماره. راضين عليكم جيان. الله يحفظك وين تجيك. الله يحفظك وين تجيك. منورين استوديو 4. الله يحفظك وين تجيك. خديجه ولا نوال ولا عبد الرحيم. الله يحفظك. الله يحفظك. وبائد سميره. بارك الله فيك. شكرا. وما ننساوش واحد الوليد كندعموه امين حميدوش معنا متدرب الله يسهل عليه حتى هو وحنا كنامنوا بالشباب وقدرات الشباب كذلك الله يسهل عليك. طيب لاله خديجه فاش نسهلوها عليك نقولوا بسم الله يلا. انا كنسول اختي سميره على القماش من نوع مليفه واش السؤال الاول واش كيجي للرجال لون ابيض
وبغيت نسولك على التقطيعة كي غتكون وعلى الخياطة، واش البرشمان، واش الزواق المعلم، واش ندخلوا فيه ألوان، واش لون واحد؟ واخا أولا القماش المليفة للرجل أو للمرأة؟ واش ليك ولا لشي حد عزيز عليك شي راجل؟ راجلك الرجال دقيق راجل واخا الو المليفة مي كتهضر على المليفة، كتهضر على المليفة الغليظة ولا كتهضر على الرقيقة؟ الرقيقة 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 يعني صيفية ماشي شتوية. صيفية نعم. الو المليفة الرقيقة ممكن تجي من الأحسن، أنا كان من الأحسن إما تكون قفطان إما تكون أنا غنبداك من الأول القفطان، كلشي كيدير المليفة الرقيقة في القفطان، ولكن أنا كنفضل حاجة أخرى في القفطان، ولكن بزاف الناس كيديروها فوالا، أنا كنفضل أدخل شوز في القفطان. نعم. جلابة بالنسبة للمليفة ما كتجينيش جلابة دراجة المليفة، من أحسن المليفة تجي سوسدي أولا شي حاجة، كيجي سوسدي، كيجي البريوي، كتجي الجلابة ديال الشعرة، كتجي كان أحسن. المليفة الرقيقة من الأحسن أنها تمشي في الجبادور أو تمشي في القندورة أو تمشي في التشامير. جبادور قندورة تشامير فوالا. إذا ماشي يعني جلابة، يعني ماشي جلابة يعني بمعنى القندورة مثلا كتخدم من ستوك، التشامير كتخدم من ستوك، والجبادور بيان سور الجبادور راه معروف كيفاش كيتخدم وكيتخدم احسن. المليفه كتخدمها بالضفاير وكتخدمها بالزواق، كتخدمها بالخياطه ديالنا البلجيه. نعم نعم نعم. كان واضح هذه المساله، يعني دابا صنفنا القماش ديال المليفه رقيق كان احسن، انا كنقول كان احسن يعني جلابه بالنسبه للرجل، لان باش كنخلفوا عاوتاني جلابه الرجل والمراه من الاحسن انها تكون في الخفيف، تكون مثلا في السوسدي، تكون في الشعر المخططه، تكون شوف ديال القماش مثلا ماشي ضروري المليفه، كاين اسويه كاين اقمشه اخرى في محل مثلا ديال لاباس ديال البنطالون اكسيتيرا راه كتكون فيها جلابه، غير هي المليفه بالخصوص من الاحسن انها تجي في القندوره في التشامير في الجبادو. نعم واضحه لاله خديجه، شكرا جزيل الشكر لكم. العفو العفو. قضيه الالوان شنو يعني شنو السؤال ديالك في قضيه الالوان؟ الابيض شنو هما؟ واش لون واحد ولا ندخلوا الوان مع الابيض؟ لا ممكن يدخلوا الوان في الرجل، ممكن تدخل الوان اللي بغيتي اللي يعني هما. اللي هما مثلا اذا كان القماش ابيض اكثر يكدر البيض في البيض، ولكن اللي كيبغي يخرج على داك اللون الكلاسيكي ممكن يدخل اي لون، يدير المارون، يدير البرون، الكولور ديال البرقوق، لوبيرجين فوالا، يمكن يعمل دي كولور اللي بغاها، يعني ممكن ان انك دير اي لون بغيتيه ممكن انك تعمل. واضحه غير هي يكون واحد التناسق بين التحت والفوق، يعني تحاول ان كاع اذا لبستي مثلا الجبادور ولبستيه بيض تا هو بيض تعمل عليه اون توش دو لا كولور اللي خدمتي بها. شكرا لك لاله خديجه من تمارا بالصحه والراحه، هاد المليفه هذه الرقيقه البيضاء. ناخذ لاله امينه من فاس، صباح الخير. نعم لاله، السلام عليكم. اش اخبارك لاله؟ صحيحتك. الله يجازيك بخير، راك عزيزه وغاليه اخت زيهان. الله يحفظك وين جيك، حتى انتم اكثر، حتى انتم اكثر معزه في القلب. بارك الله فيكم والاخت سميره تبارك الله عليها. سميره معانا ياك لاله؟ سمير حدوش يا لاله، يعطيك الستر. يلا نبداو لاله امينه. يلا مرحبا. الله يجازيك، راني يلا البارح خديت جوج ثواب. جوج هي. وانا اول مره غنبقى ندير جلابه وقفطان. بغيتي ديري جلابه وقفطان؟ خديت الثوب جلابه في الكرونه. والثوب سميتو الاميره. والقفيطن خديته في البلوماتين وسميتو المليفه اللي مطروزه طرز بنفس اللون. هي المليفه مطروزه كافطه. نعم انا لا معروفه غيجي زوين، غيجي رائع. البلومارين البلومارين والكرونا غادي يجي مزيون، غيجي رائع جدا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بغيت غير الخياطه الله يجازيك بخير، والالوان واش اخترتهم مزيانين؟ انا الخياطه ماشي صغيره. الكرونا والبلومارين كيجي رائع جدا. انا بالنسبه ليا الكرونا يتخدم اللون في اللون ديالو، الجلابه تخليها تخدم اللون في اللون ديالها، ولكن البلومارين تخدمها بالبوردو والبلومارين. البوردو والبلومارين. نعم. بحال غتهز هذاك اللون ديال القفطان
وتخدم به الجلابيه ياك لاله سميره؟ بيان سور يمكن هادو هما الالوان اللي تكلمتي عليهم لاله سميره في الفاشن ويك، انه كيتلاقاو الوان ما عندهم علاقه ببعضياتهم ولكن كيجيو روعه. بيان سور بيان سور، الفاشن ويك انا حنايا صور رائعه جدا، زعما دي طابلو ديال الالوان اللي انا كانوا فيها. نعم اذا نعم لاله الاخت هذه بالنسبه للصدر ديال القفطان ولا الجلابه، واش ندخل لهم ديك الطرزات شفتهم في المجله ولا شنو الطرزات؟ اش من طرزات كتقترحي لاله امينه باش نضربوا لك الصوره اكثر؟ كاين شتهم بالعقيق وكاين شتهم مطروزين مجعبين يعني مشبكين. نعم إيه لكن الاختيار يعني في القضيه ديال الطرزه، لكن الاختيار انك تعمل اللي بغيتي، يعني القفطان تقدر تخدمه كما بغيتي ولا الجلابه تخدمها كما بغيتي. نعم. كان احسن أن يعني هما الالوان اللي خديتي هو بحد ذاتهم سبيسيال. نعم. فوالا يعني تقدر تخدمها كما قال لك عقلك، المهم ما تفوتيش هاد لي كولا غادا، ما تحاوليش انك تدخلي فيهم دوطخ كولا. نعم نعم. وصفحات الاخت سميره الله يجازيك بخير، واش الجنب ولا الوسط؟ الصفحه ديالاش؟ ديال الجلابه. الجلابه ولا لا القفطان؟ القفطان القفطان كيبقى قفطان، يعني القفطان كيكون هابط بالعقد حتى للتحت، ممكن دير الفتاحيك وممكن ما ديرش الفتاحيك. والجلابه بيان سور ممكن ان ممكن ان تعملنا الفتاحي في الجناب باش كيبقى باين داك البلو من التحت. نعم كيبقى باين من التحت، ضروري 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 ديك اللون الزرق خصو يخرج، يعني كيخرج من الكمام كيخرج دارو كيخرج بيان سور في الجلايب. نعم وخلينا الاخت سميره الله يجازيك بخير، بارك الله فيك. الفولار انا الفولار الى لقيتي لا باز بلو مارين وفيها الوان مزيانه، الى لقيتي لا باز بلو مارين اولا لا باز في البوردو وفيها الوان، يعني شوفي لا باز الالوان اللي عندك، خدي لا باز ديال الفولار تكون اون باز الى بغيتي فيه الالوان، تكون اون باز ديال وحده من الالوان اللي اخترتي فيها، ولكن ممكن دير فيها الالوانات كلهم قمصه باش كيفتح لك وجهك وكذلك تخرج من النعاج. تمام. امينه شنو لون البشره ديالك؟ أنا بيضة وشعري حمر. بيضة وشعرك حمر. غادي يجي معها البوردو بزاف. نعم إذا البوردو اختاري البوردو، الأرض تكون بوردو ويكونوا فيها لوينات. ويكون فيها ألوان. يعني ألوان ممكن أنها دير الألوان اللي بغات فيها، يعني من البلونكاسي من الباب من البوردو من البلو فونسي كليغ ليكون الغوز. نعم. كلهم يقدروا غادي يجيو مع هاد اللبسة. نعم ياك ما بغيتي الصباط والساك لالة أمينة. البوردو. لو بوردو. لو بوردو قالت لك لاله سميره لو بوردو. البوردو البوردو. نعم نعم يمشي يا اما في الدانه لاله سميره ولا يمشي بريون. كامل بريون اولا جوج سي لا ميم شوز، حيت لا كولور هي حاضره، هي فارضه راسها، فارضه راسها، اللون فارضه دايره بلاصتها. طيب لاله امينه بالصحه وراحه اللبيسه والصاك والصباط والفولار، ان شاء الله تكون بصحيحه وبالعافيه ان شاء الله. لاله امينه من فاس ندوزو الحياه من رشيديه. صباح الخير حياه. صباح النور اختي جيان. اهلا وسهلا بك لاله، مرحبا. اهلا وسهلا، شخبارك؟ شكراكم على هذا البرنامج. مرحبا بلاله حياه، الله يكبر بيك. بارك الله فيك. غير بغيت نسول المصممه ديالنا سميره حدوشي، انا خياطه وعندي جلال بزاف، بغيت نشوف شو من اللون اللي دارج على الموضه، وبغيت نوجد جليبي بان العيد ان شاء الله. الالوان دارجين على الموضه، الوغ الالوان اللي دارجين على الموضه كنهضروا على 2017 كلهم الوان فاتحه، واكثريه الا كنت غتوجد للعيد العيد الكبير يعني، وحنا في الصيف يعني من الاحسن انك تعمل قماش بارد والوان مفتوحه. يعني دو كونديسيون عندك في الصيف انك توجد قماش بارد والوان مفتوحه والتطريز يكون تطريز يكون خفيف، ما يكونش تطريز ثقيل بزاف، يعني ما تحاولش انك تطرزي بزاف ولا تعقي بزاف ولا دير بزاف ديال لي تخلالا على 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 الجلابه، تحاول الجلابه انك تخففها الماكسيموم تكون خفيفه وتكون خفيفه، لان احنا ما كنستحملوش في الصيف بيان سور، الواحد ما كيستحملش بزاف ديال اللباس. نعم. وكتكون الحراره اكسيتيرا، الوغ الاحسن انها تكون جلابه خفيفه والالوان مفتوحه، هذا هو النصيحه اللي نقدر ننصحك بها. واضح. لا واحد السؤال اخر، انا جليلي بيض كنديرهم الاكثريه بالمليفه، بغيت زعما تنصحيني بشي لون لولا 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 عندي بزاف منهم، غير بغيت المليفه، بغيت شي لون زعما يجي ليا مع وجهي، حيت انا كندير المليفه بزاف. انا اسمح لي، انا المليفه اوكي مزيانه، غير هي من بالنسبه للصيف يعني واخا كتكون مزيانه كتجي ثقيله شويه، الاحسن من الاحسن انك ديري لولا، الحاجه اللي رخيص وغتمشى لك احسن، وحتى في من الناحيه ديال الاثمنه غتكون الاثمنه افضل، يعني يمكن اي واحد يشريها من عندك.
واخا شكرا اختي سميرة بالصحه. شكرا لك حياه مرة الشيديه. ذكرتي له لا سميره واش رجع موضه، لانه كان في واحد السنوات كان يعني محتكر الاسواق ومحتكر يعني جميع انواع واشكال الجلابه المغربيه، واش رجع يعني كان واحد العوده يعني لهذا الثوب. لولا كل دائما كاين ودائما موجود، غير هي في تجديد من خرجوا بزاف ديال الاقمشه، يعني بحال تناسينا هاد القماش. نعم بحال تناسى مع الاقمشه الجديده، ولكن داب في وسط هاد الاقمشه كنقولوا جديد مالو جدا، والباري لا تفرط فيه ولولا لا تفرط فيه. نعم وخصوصا في الصيف لانه كينفع كما قلتي. نعم بالنسبه للجيم حتى هو يعني كتوب يعني مقبول جدا، ويعني عليه اقبال فصل الصيف. شنو هي الالوان الرائجه اللي ممكن الواحد ياخذها في فصل الصيف، وشنو هي الخياطات اللي ممكن تقترح علينا لاله سميره؟ سانسيرمون جيهان الجيم ولا لولا ولا الاقمشه البارده بالصيف انا هي الاقتراح ديالي ديال هذه السنه هذه. نعم. يعني ماشي كاين غير لولا والجيم، كاين بزاف ديال الاقمشه. زعما كاينين الاقمشه اللي هي ملي كتحطها على مورفولوجي ديال السيده كتحس بها انها بارده وانها ما غتزمتهاش. كذلك الصاله تحاول تكون الصاله واسعه ماشي الصاله ضيقه. وهذا الشيء تكلمنا عليه طول السنه. يعني من اكتوبر ومن نوفمبر كنحاولوا ان نقولوا للناس فوالا راه الصاله واسعه ماشي الصاله لاجستومون كاين هذه السنه هذه. نعم زيد عليها كنقول ان الزخرفه اللي غتكون على الجلابه او لا غتكون على ذاك القماش اللي غادي تختار بالاحسن انها تكون قليله ما تكونش كثيره. نعم بالنسبه للجيم واش كيقبل الرانده، واش كيقبل شويه ديال الطرز، واش كيقبل الخراط في الجناب، كيقبل كل شيء. نعم اذا توب درويش كما كنقولوا، ما عنده مشكل مع حتى شي حد، ما عنده مشكل مع حتى واحد، ما تخانصوش مع الخياطه. طيب هذا الجيم هذا يعني قلتي الخراط قلتي الطريزات ممكن يجيو كذلك، حتى طروات الدي ممكن يخرجوا من الجيم لاله سمير؟ كل شيء بكل شيء، يعني القماش ممكن انك تخدمه باي طريقه انت بغيتيها. نعم نعم لاله. طيب ناخذوا الاختيار الغنائي. راجع لك لاله سمير حدوشي، رقمنا 0537705939، واللي تقلت عليكم خففت علينا في الموضه. مرحبا بكل لاله، مرحبا بكل مغربيه على موجه الاذاعه الوطنيه وبرنامج لقاء المفتوح، وحنا باقا معنا سميرة حدوشي سفيره القفطان المغربي، دائما بكل حب ودائما بكل صفاء معك لاله سميره، وبكل الاقتراحات اللي كتعطينا مشكوره، وبكل التجارب اللي كتشاركينا مشكوره لاله سميره حدوشي. حنت ماشي سهله لاله سميره انك ترسمي المراه في صاله وتعطيها خياطه وتعطيها لون وتعطيها يعني صوره يعني كامله الجلابه ولا القفطان ولا التكشيطه بغاتها لاله سميره. نعم شوف الصعوبه ماشي في لا ريشيرش، ملي كتكون اون ريشيرش بروفوندي الى بغينا نقولوا. نعم واسعه بروفوندي ممكن. نعم. انها واسعه ممكن انها انك تعطي وتخرج الماكسيموم. فهمتيني ملي كتكون لا ريشيرش محدوده ممكن كتكون شويه الواحد كيقدر يتوقف وما يقدرش يمشي، وهذا هو اللي كنطلبوا من المصممين. كنقول بلوس دو ريشيرش، كنقولوا بلوس ديال 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 واحد ايدوا اوزي يتجرا على 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 الاقمشه، يتجرا على لي كوب سبيسيال، يتجرا على انه يلبس شي حاجه راقيه. كذلك بغيت نقول هاد السنه هادي يلاه شفتها دابا عاد الوغ لو ستريت ستايل ديال فاشن ويك هاد السنه هادي كاين موجود بكثره، بمعنى ستريت ستايل يعني الشارع الى بغينا نقول الى بغينا نقولوا ثقافه. نعم. الشارع، لباس الشارع، الكاجوال اليومي. نعم بحال هذاك الشيء الكاجوال اليومي هاد السنه، لي شوميز كاينين بكثره، لي جيب لي جيب كاينين بكثره بفاسون تخي سامبل، بيان سور موديغي لي ريشيرش فيهم موديغي ولكن ستيلي. نعم وبتفاصيل دقيقة. نعم بتفاصيل دقيقة. نعم. اللي كتعطي البصمة لهذاك المبدع اللي حط هذيك الصورة واللي حط كذلك هذاك الإبداع. يمكن سميرة يعني أنا كنعرف يعني من خلال يعني حديثنا ومواضيعنا ودائما تواصلنا بالهاتف أنه في لاتولي ديالك كاين المعلمية. نعم. المعلم فاش كيشوف معك هذا الفاشن ويك وكتجلسوا أطابل وكتحطوا كتقول شوف المدجة راه كاينة اللي درناها هذاك العام، كاينة القندورة اللي حنا كنت صايبوها، كاينه هاد النقشه، كاينه هاد الطرزه، كتحسي بالفخر ديال المعلم التقليدي. يا جيهان المعلم التقليدي ديالنا ما عرفش
داك القيمه اللي كيعطيو ما عرفش القيمه ديال الخدمه اللي هذا هو المشكل عندنا في المغرب. لو كانوا كيقيموا داك الخدمه ديالهم وكيعرفوا ان هذيك الخدمه ديالهم وانهم يكونوا مواظبين وانها هي ثروه ويكونوا مواظبين على هذه الخدمه لانهم ما مواظبينش. هذا هو المشكل ديال الصانع المغربي. كنقول لك الصانع المغربي كله من طنجة حتى لكويرة. المشكل ديالو انه ما مواظبش ويسون فوت كاريمون ما عندوش ما عندوش رؤيه بعيده. وهذا كيخلي هذا هو اللي كيخلي واخا كتحاول انك توصل له المساله وتحاول انه توضح له المسائل اكثر وانه تقرب له الحاجه اللي عنده وانه كتعطيه بلوس دو كونفيونس لوي، ولكن في نفس الوقت كاين اشكاليه عند الصانع المغربي. وكنشكر الله انها نخدموا اكثر على هذه المساله هذه باش شويه نرفعوا من المستوى ديال الصانع المغربي. راه بدات يعني هذه الموجه بكم على سميره حدوشي من خلال يعني هذه لي ديزاينر المغاربه اللي كاينين، هذه لي ستايليست اللي كاينين، تبارك الله يعني بدات الموجه وبداو الناس بدات لا غوشيرش. نعم لو ستيل نقدروا نقولوا فوالا كاين الناس اللي وصلوا لواحد المستوى وكيعملوا دي غوشيرش ولكن شكون اللي غادي يمررها للصانع التقليدي المعلم غادي يتبعك في هاد لاغوشيرش هادي؟ هذاك المعلم هو واش واعي بهاد المساله وانه يقدر يتبعك جيسكو؟ هذا هو الاشكاليه اللي كاينه وان شاء الله دابا نتكلموا عليها في الاسابيع المقبله باذن الله. شكرا لك انا سميره. التوعيه للصانع المغربي هكذا باش نحاولوا انه تأطير. من هذا المنبر هذا انه ناطروه ونوجهه تماما بره. تأطير توجيه هذه مهمه من مهمات صعبه ومسؤوليه من مسؤوليات صعبه يعني ديالكم لاله سميره حدوش. شكرا لك، شكرا لهذا الساعه السلسه والمرينه والمشرقه بك لاله سميره حدوشي سفيره القفطان المغربي. شكرا لك لاله.